النهاردة هنكمل مع بعض حكاية فايت ملتهم القدرات. بس صديقي قبل ما نبدأ عايزك تحط اللايك بتاعك وتتأكد انك مشترك في القناة، وطبعا طبعا ما تنساش الصلاة على سيدنا محمد، اللهم صلي وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ويلا بينا نكمل باقي الحكاية. في المرة اللي فاتت سبنا فايت هو ومين بيهربوا من المدينة بعد ما مين هجمت زعيم المدينة، وفي الطريق بنشوف مين بتخلص على أكل فايت كالعادة وبيسألها ازاي مهارتها هي الغضب مش الشراهة بعد كل الاكل ده، فبتجاوبه ان الغضب بيحرق سعرات حراريه كتير وعلشان كده فهي لازم تعوض اللي بتحرقه. فبيعلق انها رغم كل الاكل ده لسه جسمها صغير زي الاطفال، فبتتضايق من كلامه وبتهاجمه، وبسبب كده بتتدمر عجله العربيه، فبيضطر انهم يتوقفوا علشان يصلحوا العجله، ولحسن الحظ بيكون في قريه قريبه منهم. ولما بيبحث فايت عن ميم بيكتشف انها سابته ودخلت القريه، فبيجري وراها علشان يلحقها قبل ما تعمل مصيبه زي المره اللي فاتت. ولما بيدخل فايت القريه بيتعجب جرايد من الوضع المسالم القرية رغم قربها من قارة جاليا، وبيخمن ان في شخص قوي بيحمي القرية دي، وبيلمح فايت قلعة على بعد مسافة من القرية، فبيجابه جرايد ان دي اكيد قلعة هاوسن. وفي نهاية الطريق بيشوف فايت فارس عجوز قاعد بيلمع سيفه، فبيقرب منه وبيسأله عن زعيم القرية، فبيجابه الفارس ان هو زعيم القرية. وبيتعجب فايت لما جرايد بيعرفه ان سيف الفارس العجوز ده سيف مقدس، وبيرد الفارس ان ما عندوش مانع ان فايت يفضل في القرية ولكن بشرط انه يبرزه الاول. وبيستخدم الفارس مهارة تقييمه، بيقول لفايت رغم ان مستواه واحد الا ان قوته اكبر من 2 مليون وده شيء مش طبيعي ابدا، وبيساله اذا كان مستعد للمبارزه. وبالفعل فايت بيبرز، ومع تبادل الضربات بينهم بيبان ان فايت بيواجه صعوبه في المبارزه بتاعت الفارس. وبعد فتره قصيره بينجح الفارس انه يهزم فايت من غير اي جهد يذكر، وبيشيل فايت جرايد من على الارض وبيستنتج انه كده مش هيقدر يقعد في القريه، فبيرد عليه الفارس ان مقابلتهم من فعل القدر وهيسمح له انه يقعد في القريه ولكن بشرط واحد، وبيساله فايت ايه هو، فبيجاوبه انه لازم يتدرب تحت ايده طول فترة وجوده في القرية. فبيتعجب فايت وبيسأله ليه عايز يدربه، فبيجابه العجوز من غير داعي وممكن يعتبرها رغبة انانية منه، ده غير ان فايت ما بيعرفش يحصن نفسه ضد مهارة التقييم، بالاضافة الى انه بيستخدمش مهاراته بطريقة مفيدة، وده بسبب ان جسمه لسه مش متعود على القوة الكبيرة اللي اكتسبها. ورغم انه يقدر يهزم الوحوش بالطريقة دي الا ان الوضع يختلف لو كان خصمه محارب متمرس زيه، وعلشان كده هو هيستفيد بشكل كبير من التدريب ده. فبيقترح جرايد ان تدريب العجوز ليه من غير مقابل شيء مثير للشك جدا، ورغم كده بيقبل فايت عرض العجوز لانه مش هتجيله الفرصه يتعلم المبارزه بالشكل ده على ايد فارس مقدس. وبيعرف نفسه للعجوز، فبيرد العجوز وبيعرفه بنفسه ان اسمه اروين بارتوس. وفي اللحظه دي بتظهر مين، فاروين بيسال فايت اذا كان يعرفها، فبيجاوبه انهم بيسافروا مع بعض. فبيعرفوا اروين انها محاربه قويه جدا، ولما مين بتقترح على فايت مكان يباتوا فيه بيعرفها انه خلاص لقى مكان. وفي تاني يوم بنشوف فايت بيتدرب مع اروين على فنون الدفاع عن النفس من غير اي اسلحه، وبيعرفه دي اكبر مشكله بتواجه المحاربين اللي قوتهم بتزيد بصوره مفاجاه. وبيبتدي اروين انه يدرب فايت، وبيبدا انه يعدل له وضع وقوفه وطريقه تحركاته، دي اكتر حاجه بتاثر في قوته. وبعد كده بيعرض له الطريقه اللي يتحرك بيها ويهاجم بيها، ومع استمرار التدرب بيبدا فايت انه يفهم وينفذ تعليمات اروين، وبيستنتج انه لو قدر يستخدم القوه اللي اكتسبها بشكل افضل هيحس بفرق كبير، كمان ان قوته زادت اضعاف. ولكن في اللحظه دي بيتوقف فايت لما مهاره الشراهه بتتفعل، بيبقى في حاله الجوع، وبيلاحظ اروين ان عين فايت اتحولت للون الاحمر، بالاضافه لان قوته وتحركاته اتحسنت بشكل ملحوظ. وبيكمل فايت تدريبه وهو في نفس الحاله لحد المغرب، وبعد ما بيخلصوا تدريب اروين بيبلغ فايت انه من بكره يبدا تدريباته على القتال. وبيتعجب فايت لما بيشم ريحه وحوش جايه من القلعه القريبه من القريه، ولكن بيجري بسرعه لما بيسمع صوت اروين من قلب البيت. ولما بيدخل البيت بيكتشف ان مين خلصت على الاكل الموجود ونامت، فبيعتذر لاروين على تصرفات مين، وبيقرر اروين انه يطلب اكل جديد من اهل القريه. وبيستغل فايت فرصه ان مين نايمه وبيعمل فيها مقله وبيرسم على وشها. وبعد شويه بيرجع اروين وهو مع الاكل، وفي الطريق بيبص على القلعه وبيطلع خنجر من معاه بيفتكر صورته هو وزوجته وابنه. وفي نفس اللحظه بيكون فايت موجود قدام نفس الصوره في قلب البيت، ولما مين بتصحى بتكون متضايقه بسبب الرسومات اللي على وشها. وفي النهار بيستعد فايت علشان التدريب، واروين بيبلغه انهم هيتدربوا على المبارزه، وبيطلب منه يصد هجمات سيفه بغصن شجره. فبيتعجب فايت وبيساله ازاي يعمل كده، فبيجاوبه انه يقدر يستخدم الغصن كسلاح عن طريق انه يتحكم في قوته. وبالفعل بينجح في التدريب، وبعد ما بيخلص بتقرب مين منه وبتقول له انها تديله مكافاه وبترسم على وشه. وبالليل بيجهز لهم اروين وليمه بما ان دي اخر ليله ليهم في القريه، وهما بياكلوا بتعرفهم مين انها فقدت حاسه التذوق كاثر جانبي لمهارتها. وبيلتفت اروين للقلعه وبيحكي لهم ان المنطقه دي كانت مملكه، ومن 15 سنه كان في مهمه للمملكه بعيد عن القلعه، قامت مجموعه من الوحوش بمهاجمه القلعه وكان من ضمنهم وحش متوهج، ونتيجه للهجوم ده فقد عيلته وباقي سكان القلعه، وسيطر عليه
عليهم الوحوش المتوهجه الليتش، وعيلته وباقي السكان لسه متواجدين في القلعه، والليتش سيطر عليهم وحولهم لزومبي. فبيقرر فايتن ويروح للقلعه علشان يقضي على الليتش ويرد لاروين جزء من جميله. فبيلاحظ اروين ان فايت هيروح للقلعه وبيروح معاه، وبتيجي منه بتطلب من اروين 50 قطعه ذهبيه في مقابل انها تحمي القريه في غيابه. واول ما بيوصلوا للقلعه بيستخدم فايت كوس علشان يقضي على الهياكل العظميه اللي بتحرس المكان، وبيمدح اروين قرارات فايت وبيعرفه ان استخدام الاسهم السحريه مهاره من القليلين جدا اللي بيستخدموها. وبعد ما بيقضوا على الهياكل العظميه الموجوده حوالين القلعه بيدخلوا وبيتفاجئوا بوجود كل سكان القلعه، ومن ضمنهم عيله اروين اللي بيرحبوا بيهم اول ما بيدخلوا. طبعا ما بيصدقش نفسه، بيقعد يتكلم معاهم وبيستغرب فايت من اللي هو شافه، بيسال جرايد اللي بيحصل، فبيجابوا ان كل ده مجرد وهم وكل الاشخاص الموجودين في قلب القلعه ماتوا من فتره كبيره. وبعد الترحيب والكلام بيطلب ابن اروين منه انه يدخل علشان يستريح من السفر، ولكنه بيطلع خنجر مخفي من هدومه وبيهاجم بيه اروين، وبينجح اروين انه صد الهجوم. فبيقول ابنه انه فضل يحمي القلعه طول الوقت مكان اروين اللي كان مشغول، وبيكمل انه تخلى عنهم علشان مهمته وما ساعدهمش وقت ما كانوا محتاجينه لما الوحوش هجمت القلعه، ودلوقتي جاء علشان يقتلهم. فبيتدخل وبيقترح انه يلغي الوهم ده باستخدام قدره المنجل، ولكن جراد بيشرح له انه لو عمل كده فارواح الموجودين هيتم التهامها بواسطه مهاره الشراهه، وهيفضلوا عايشين في عذاب طول الوقت. في الوقت ده بيهجم ابن اروين عليه، ولكنه بيتصدى لهجماته وبيطلب من فايت انه يسيب له القتال هنا ويبحث عن الليتش. وبالفعل بيبحث فايت عن الليتش في كل مكان في القريه، وبعد فتره بيلاقيه مختفي وسط مجموعه من الزومبي. فبيقرر فايت انه لازم يستخدم اقل قدره من القوه علشان ما يأذيش الاشخاص اللي الليتش ساتر عليهم. وبيتفاجئ فايت انه محاصر بالزومبي من كل اتجاه، وفي وسط الزومبي بيشوف اروين زوجته وبيفتكر لما كانت بتقترح عليه انه يفضل في القلعه وما يسافرش، وبيقول ان كل ده ما كانش هيحصل لو رجع من سفره بسرعه، ولكن دلوقتي هيصحح غلطته وينهي عذابهم. وبيستخدم مهاره التقطيع العظيم، ولكن قوته لوحدها مش كفايه علشان يقضي على الليتش. فبيقرر فايت انه يساعد اروين ويستخدمهم الاثنين مهاره التقطيع العظيم، وبينجحوا في انهم يقضوا على الليتش. وبعد المعركه بيودع اروين عيلته وبيعتذر لهم انه ما كانش موجود معاهم وقت ما احتاجوه، وبيلوم نفسه على اللي حصل لهم. في اللحظه دي بيحاول الليتش باخر جزء متبقي من قوته انه يهاجم اروين، ولكن فايت بيقضي عليهم وبيمنعهم من التحرك. وبعد ما بيودع اروين عيلته بيعرف فايت ان قوته زادت، ولكن مش عارف السبب لانه متاكد انه كان وصل لاقصى حدود قوته. فبيرد جراد ان في حالات مشابهه بتحصل للاشخاص اللي بتجمعهم رابطه قويه مع اصحاب مهاره الخطايا، وبسبب كده قدروا انهم يتخطوا حدود قوتهم. وبعد ما بيزول سحر الوهم الموجود بترجع القلعه لحالتها المتهالكه، وبيكرر فايت وارون انهم يقضوا على باقي الهياكل العظميه الموجوده. وفي النهار بيرجعوا للقريه وبتكون ميم مستنياهم وباين عليها الغضب، وبيحاول فايت انه يهديها، ولكن ارون بيتدخل وبيديها كيس مليان ذهب. فبيجاوب ارون انه كان حاسس انه شافها قبل كده، ودلوقتي افتكر انه قابلها في نفس المكان من 50 سنه لما الوحوش هجمت القريه. وبيكمل ان شكلها ما اتغيرش ابدا وقوتها كانت كبيره جدا. فبترد عليه انه ممكن يوصل لمستواها لو اتدرب لمده 1000 سنه ولا حاجه، وده بسبب قوته المحدوده كبشري. فبيسالها ارون ايه هي ماهيتها طالما هي مش بشر، فبتجاوبه انها شبح متجول ومش مسموح ليها بالموت. وبتقول لفايت ان وقت رد الجميل بتاعها قرب وبتسيبهم وبتمشي. وبيلتفت فايت لارون وبيشرح له انه لازم يقتل وحوش بصوره مستمره والا عينه هتتحول للون الاحمر. فبيقطعه ارون وبيكمل لو ما عملش كده هيفقد السيطره على نفسه، وبيطلب منه يزوره بعد ما يخلص مهمته علشان يحكي له على شيء مهم جدا. وفي العاصمه الملكيه بنشوف رافالي وميميل بتقول له انهم اخيرا وصلوا لحجر الفلاسفه اللي بيعالج كل الامراض والاصابات، واللي بحثهم عن الخلود ما كانش مجرد حلم خيالي. وبيقطعهم دخول واحد من الخدم بيبلغ رافالي ان هادو اتقتل على ايد مكورو، وانه ما كانش وحش زي ما كانوا معتقدين ولكنه محارب عظيم جدا. وبكده نكون وصلنا لنهايه حلقتنا. يا ترى ايه اللي يحصل لفايت، وهو الشيء اللي مين عايزاه يساعدها فيه، ولا هيقدر فايت انه يقابل روكسي؟ كل ده واكتر هنعرفه المرات الجايه بمشيئه الله. ما تنساش قبل ما تقفل تحط اللايك بتاعك وتشترك في القناه علشان يوصلك كل جديد، ويلا دمتم في رعايه الله، سلام.